رغم إنه لقاء رجاء، يؤكد مرة جديدة أن الخوف ليس جزءاً من حياتنا المسيحية رغم المخاطر المحدقة بالمنطقة. وليست أعمال الجمعية العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط بدورتها 12 المنعقدة في مصر سوى خير دليل أن الإيمان هو دافع أساس للعمل والثبات، لأننا أبناء الصمود والشدة. عبارات توجت الأحاديث الأعلامية للمشاركين الذين وفدوا من دول متعددة وكنائس متنوعة حاملين هم الشعب والكنيسة. عنوان الروحي أنه لا تتشجعوا لا تخافوا، أنه الخلاص كان بالرب يسوع المسيح، ونتشجع في أننا نعيش الحياة المسيحية بكل ما هو مكتوب في الإنجيل، ولا نخاف من السقوط، لأنه إن سقطنا دايما الرب يسوع يمد إيده ونقوم من تاني ونكمل مسيرتنا. أما في الحياة الدنيوية فتشجعوا فلا تخافوا، سيد المسيح قال إنه معنا حتى منتهى الدهر، فهو رب الكنيسة، هو ربنا اللي نعتمد عليه في حياتنا ونعتمد عليه في كل ما نقوم به بدون خوف. العمل بحد ذاته عمل جيد ويغني الكنيسة، وبيرجع بذكرنا كوننا مجتمعين مع بعض انه نحن جماعة ونحن كنيسة واحدة. هلا اكيد في طقوس متعددة ورئاسات متعددة، ولكن من نتيجة من يجمعنا واحد هو يسوع المسيح. يعني أظن يعني إحنا تنقصنا الشجاعة، خلينا نقول، لأن كلام وشعارات وكلمات طويلة يعني تخلي الواحد فعلا ينام، خلينا نكون عمليين. فهذا ينعكس على واقعنا المسيحي أيضا في الشرق. مفروض نتشجع وما نخاف ونرفع صوتنا حتى إذا كان بجملة مقتضبة، كلتنا موحدين. فهذا راح يوصل رسالة، يعني راح يوصل رسالة، خلي نقول للي يضيقون علينا، ما نقول المضطهدين إلنا، وهذا الشيء راح يخلينا نظهر بصورة قوية أمام المجتمع وفي الدول اللي احنا عايشين بها. هذا الشعار، هذا العام في هذه الجمعية يعيد القلق ويعيد الرجاء ويعيد الأمل، يعيد جذوة فعلا الاشتعال في إيماننا المسيحي، هذا أولا. ثانيا، لدينا في الحياة اليومية الكثير من ما نسميها المنغصات. لن نسمح للخوف أن يتسلل إلى قلوبنا، بل سننظر إلى المستقبل بثقة وأمل وشجاعة عملا بشعار الجمعية العامة: تشجعوا، أنا هو، لا تخافوا.